ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر حسب وضع البلد وتعدد الطوائف؟ هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. سؤال عن سابق انه آية الله كاوبي قال كذا، يعني سؤال داخل في اطار اسماء عن علاقة حزب الله بالجمهورية الاسلامية بقيادة الثورة الاسلامية في ايران. هذه العلاقة ايها الاخوة بالنسبة لنا، انا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي اجهزته العاملة. لا ابقى لحظة واحدة في اجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمئن به. التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال. يعني ليس طبيعيا أن يقف آية الله كاوبي ويقول نعم حزب الله إن جماعتنا بلبنان. سياسيا هذا مستحيل، إعلاميا مستحيل. على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به. وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعرض أنفسنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأن هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه. من لم يطمئن عليه أن يسأل الثورة الإسلامية في إيران عن هذا الأمر حتى يحصل على الاطمئنان واليقين. من أعلم بالنسبة للحالة السياسية ومتطلباتها في لبنان؟ العلماء المجتهدون الذين يتصدون لهذه الحالة أم المسؤولين في الجمهورية الإسلامية؟ الأعلم هو الإمام الخميني. لماذا؟ لأنني سابقا ذكرت بأن الحالة السياسية في لبنان ليست حالة معزولة عن حال المنطقة، هي جزء من حالة الصراع في الأمة، هي جزء من وضع الأمة. فكما أن إمام الأمة يعرف هذا الجزء، يعرف هذا الجزء. في بعض اللقاءات التي حصلت مع السيد خامنئي قال له بعضهم يجب أن ترسلوا مثلا لجنة إلى لبنان تدرس الوضع السياسي، قال لهم نحن لسنا بعيدين عن لبنان، نحن نعرف ماذا يجري في لبنان. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن الإمام الذي يخطط هو يخطط للأمة. المجتهدون تأتي أدوارهم في كل بلد مكمل لخط الإمام ولمشروع الأمة الإسلامية الواحد. فلا يجوز أن نجزئ صراع الأمة مع أعدائها. ما دام الأعداء يخوضون صراعا واحدا مع الأمة فيجب أن يكون إدارة الأمة في صراعها واحدة، وهي من خلال الإمام. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام أو يعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية؟ نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين.